أهلا وسهلا. وهالصورة رح يحكي بها عنها، ليش عم تمنعوا العلم عن أمة العرب وما أوتيتوا من العلم إلا قليل؟ هلأ هون موجودين هون بهالكرة الأرضية، في أسرار كتيرة عم تنزل بهالكوكب. وهالقد كيف رحت البرمودا، كيف رحت الأطلنطيس، وين عم تروح الطيارات، وين كله كبسة زر، وين فينا نشوف هالعلم الحين بإيدك؟ هلا فيكم ببساطة تفوتوا على بيت الله .com وتشوفوا في كتير علوم مخفية عن العالم. أقل شيء تسلا، يا حبيبي دخيلك، هذا كله مخبى بس مشان يخلوا العالم ضل تدفع electricity bills and all that. موجود هالعلم، بتفوتوا على الانترنت موجود، بس ما بيحبوا ينشروا هيك علوم لأنه ما بتعمل بزنس، ما أنا good money. هلا هاي الظاهرة، هاي الايس ديسك ب انجلند اي ثينك، ما عندي تفسير لإلها، بس anyway العلم محدود. أو حلو نتعلم not to demystify nature، حلو to accept mystery بالطبيعة، نقبل الباطنية مثل ما هي ونعرف انه ما فينا نحللها بالعلم. نقبل انه ما فينا نعرف كل شيء، بس نحن عنا هل push inside أنه لازم أعرف كل شيء، لازم أعرف ليش هاي، لازم أعرف ليش هاي. حلو ندرب حالنا أنه accept أني شفت ظاهرة قدامي وما عرفت شو هي، بس قدرت استمتعت بهالظاهرة أو بسطت فيها. هاي مثل باب للتأمل، بتعلم الفكر، بتعلم المايند أنه take it easy, relax، ما في داعي تعرف كل شيء وما رح تلحق تعرف كل شيء. حتى لو حطينا لك علوم الدنيا قدامك كلها ما رح تلحق تعرف كل شيء. سو ليش معذب حالك وعم تركض وبدك تعرف كل شيء؟ وما فيك تعرف، العلم محدود، العلم محدود. وبعدين 99.99% من تلاميذ أوشو وجورجيف وميتشو كوشي يضاس وكذابين منافقين. قال لي ما فيك تقولي هاي على التلفزيون، قلت له ما فيك تمنعني، هيدا بلندن قال لك من هو، وفي واحد بأمستردام شلته من الحبس مرتين فات عنه تشقيله، أكبر منافق وكذاب، ما تصدق حدا. ميتشو كوشي قال ما تصدقوني، صدقوا حالكم. قال لي بحب أنا وياك بنكون مع بعضنا، يا بسبقك يا بتسبقيني. قلت له ما بقى فيني عيش مع هالناس، بيجي لعندك عم بيموتوا. قال لي شوف كيف بيطلعوا. قلت له ماني مجبورة كل الوقت عم بطبخلون، بدي روح الناس بيرقصوا عند أوشو، رقص وحط حدود للأكل، حط لك هون دايت فود، رز كامل وهيك وهيك، كله فيجيتيريان، كله فيجيتيريان. منه كتير إنه strict و interested بالفود وإنه لا إيه؟ لازم يكون هيك yeah. منه كتير مشغول بالجسد، بس بيحط الفيرست ستيب تتكون الجسد ريدي سيمبل، جست أكل نباتي. بس شيء أكل نباتي حلو يعني منيح، بيعطيك هالخيارات ومحترم أكل فيك تاكله. بيفحصوا المي 24 ساعة، بيفحصوا الأكل قبل ما يفوت على تمك، هني بيدقوا بيحطوا السنكرو بيحطوا أي بحط. ولو 88 سنة عمرها وقتلناها هولدا كلارك، فه كلمة تفه علينا تكريم، لأنه عملت الزابر ماشين. كل واحد عم بيعمل اختراع اكتشاف للصحة، شيلوه خلينا نضل مرضى. بدهم الاكتشافات والاختراع تمشي مع الموضة، هلأ موضة العلاج. نعم بالطب. هولدا كلارك عملت شيء ثورة يا حبيبي، راحت بالأذر ديركشن يا حبيب، لأنه هني عندهم مثل تونل فيجن إنه بس هيك، أما هولدا كانت أكبر وطلعت وجابت هيدي الزابي ماشين إنه بالكهرباء بدها تقتل الطفيليات والجراثيم بالجسم. يا حبيبة قلبي كتير بسيطة، بس إنه بتحط هالماشين بتعلقها واحد هون واحد هون، وبتقعد دقيقتين ثلاثة بالنهار بتشفى، كتير بتشفى وبتقوي المناعة، ولقدام بتجنبك أمراض جايتك لقدام. حبيبي يلي عمل الأوربن بوكس، بس هي بتضل محصورة. هلا فينا نوصل عليها، اللي بفتش على شيء بلاقيه عندها ويب سايت على الانترنت، وفينا نشتري كل شيء اونلاين بيجي على باب بيتك، بس بدك تفتش على تلاقي هالشيء. ما رح تلاقيه والله عم تحضر مسلسل وطلعت دعايه عن هولدا كلارك، هيدي ما رح تصير. سو بدنا نفتش على هالعلوم. وهي عميدة ماكجيل يونيفرسيتي كاني اتهموها، هيدا اسلام عم تنشري، ما بتعرف شنو اسلام. قالوا للأمريكان تعي لعنا نحن منحميكي، حطوها بالحبس. يا حبيبي إجوا كثير من المسلمين وقفوا على باب الحبس، قالوا له نحن مع الإسلام ونحن مسلمين، خافوا شلوها، نزلت عليك بالدومينيكان ريبابليك.
وقالت كل الأمراض بها. طاقة، طاقة زبزبات، يعني هاي الطاقة الكونية خلاص. We are cosmic energy. بس ما فينا نعرف كل شيء، بدي كل الوقت فتش على المفقود راح الموجود. ما بعرف كلمة ما بعرف هي أحلى شيء، ما عارفة ما بعرف. I don't know. يا حبيب قلبي كلمة هيك وما أوتيته من العلم هلأ. فإذا بس الإيجو بحب العلم، بحب المعرفة، هيك له الإيجو الاستكبار. إيزي علينا نقول أنا بعرف أو نفكر بشي، بس صعب نقول لا أنا ما بعرف يا حبيبي. بس نفكر بهدول الحكماء اللي مثل هيدا اللي جاي الإمبراطور عم يسأله وقال له ما بعرف. الإمبراطور توقع أنه عم بس يسأل حكيم بهالمستوى أنه مين أنت، أنه يعرف حاله، أنه حكيم هذا بيعرف حاله، بس لا ما بعرف، قال له ما بعرف. الحكماء يلي ورثته الأنبياء هولي بيقولوا ما منعرف ما منعرف. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا وغابت عنك أشياء. بكل آية بالقرآن الكريم شرحة 18 ألف شرح، وما في شرح مثل التاني، عكس بعضاً عكس بعضاً عكس بعضاً، ولا زلت على الشاطئ. فإذا هيدا كلام من نور، كلام ما فيك تشرحه، ما في ما في فيك تعيشه، تختبره، ما فيك تختبر الاختبار. سمع التعبير، الأولاد كلها بتفهم وبتعريف، كيف بيطلع دغري من بطن أمه وبيبلش يرضع على المدرسة؟ بس يجي بيو ويحكي معه بفلت الحلم البز ويصير يعمل لها يا 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 شو بدك فيه هو؟ لا أنا معي يا حبيب قلبي. بس نحن ما بنسمع لنا الأطفال. ابن 20 يوم بعتت ابنها على الحضانة عندنا بالحي، زحتت الخادمة، مات الطفل. قلت روح شوف أمه شو كانت عم تعمل، مانيجير بديجير خلاص. قالت لي إيه بدي يموت كبير، خلي يموت صغير أحلى. هيك كان جوابها. قبلتها، قلت لها بشكرك بشكرك، قلت اللي بقلبك صادقة عد ما نعم. بتعرف نعم يا ريت فينا نكون يا حبيبتي. قلت لها من كل شيء بتتعلم، من كل شيء بتتعلم. طبيعة كلها أفهم مني وأحلى مني، يعني شو ما شفت. هاي مدرسة الحياة، هيدا سيدنا إبراهيم، هيدا أنت وأنا. الطبيعة مثلا الزهرة مجبرة تكون طبيعية، هي طبيعية ما عندها خيار. بس الإنسان عنده هالأوبشن، عنده فيك تكون طبيعي وفيك ما تكون طبيعي، أنت مخير، عندك هالاحترام، أنت محترم من الكون، احترمك وعطاك هالخيار. بس الإنسان لما بيختار يكون طبيعي، طبيعته رح تكون أحلى من طبيعة الزهرة أو الشجرة، لأنه هو اختار هيك، هو هالقد احترم حاله واكتشف حاله لحتى عمل هالخيار. إيزي إنه يختار إنه لا أنا ما بدي أكون طبيعي. شيء طبيعي إنك تختير، قال بس فوق الطبيعة إنك تكبر. ما عنده كبير يشتري كبير، ما بدنا نختير، لازم تضلي مثل ما شفتك أول مرة. سيليكون ميليكون فيليكون هو كمان. بدنا نوقف الزمن، بس الزمن نعم. ما بيوقف. يا الله معك حق. الزمن بيعلمنا نكون عندنا هالمرونة، فلكسيبل. بس بدنا نكون أكثر من فلكسيبل، بدنا نكون nothing، ولا شيء. حتى هالنقطة ساعة المحيط بدها تكون ولا شيء. فلكسيبل is not enough. enough بالبداية هالمرونة، بدك يكون عندك فلكسيبل وopen minded تتقبل، تقبل تتعلم. بس بعدين حتى المرونة أو flexibility not enough. you have بدك تشيل كل الحيطان اللي حواليك، تفتح كل شيء، تكون open للكون ولهالطاقة مشان تيجي. أما إذا أنت عندك شيء مكوم من الباست نوليدج معرفي ومفكر إنه أنت بتعرف كل شيء، مثل الإناء المليان ما رح يجيك شيء. بس إذا فضي هالإناء، الكون ما بيحب الفضاء دغري. it feels you in، بيجي بتتعبى طاقة كونية. بس بدها تكون فاضي مثل البامبو. يا حبيبي نتعلم من الطبيعة. هيدي أمكم علمتني الحياة، بس بدي أكون أنا. إذا كنت مريد بيجي المرشد، القوة منا بالعصا، بعيسى. عشان هيك نحن بحاجة لأمة العرب،
يكون عندنا جماعة روحية، جماعة بدها الحقيقة، صادقين موجودين شرق غرب وين ما كان بتروح. حطوا فري ريتريت، معك مصاري بتحط، ما معك ما حدا بيقول لك. بأمريكا أنا سما سنتر كنت حاطة برا صينية فيها مصاري، مش أنت بتحط وبتشيل، فيها مصاري هيك بتاخد وبتشيل وبتحط، ما حدا شايفها. هيك الدونيشن، هيدي أنت ضميرك. الدونيشن give and take، بس giving is receiving. نحنا ما بقى فيها هيدي هلأ، هون عم بيصير في جهل قوي كتير، والإنسان عدو ما يجهل. رو كتاب الجهل ما بيعرف لوين بده يروح. عظيم، إذا ما بتعرف لتكن مشيئتك. وقت قال المسيح تزت الأكوان، هذا رمز الصليب، يعني الميزان. بس نحن بنقول عن خوف، بنقول لتكن مشيئتك عن خوف. عن خوف. Because I'm afraid، أنا ما بعرف ولا بدي أعرف، بس لتكن مشيئتك. بس كل يوم عيد الميلاد، كل يوم عيد المسيح، كل يوم الشجرة، كل يوم بدق الجرس. لا هو وقت يقولوا لك جرس بدق، لمين عم بدق الجرس؟ لمن تدق الأجراس؟ كل ما واحد مات هذا أنا. بدنا نذكر، هي الحقيقة عم ذكرى أكثر ما إنه عم بتذكرك بإنه في موت. كفى بالموت واعظا. بس قالوا له الخروف لك وليه؟ بس شوف في خروف عم بينذبح، أنت منك خروف، هو الخروف. قالوا هيك لكل الخرفان، وهذا خرفان. وهيك نحن بنعمل، إنه لا أنا ما رح موت، بس هذاك اللي مات عم بيموت. إيه، وهيك صدقنا، بنحط قلب القطة، ومين بياخذ أكبر شقفة؟ لو بدي بيع لبنان بدي اقعد على الكرسي. يا خيي هي بنا الكرسي. كيف عم بيموتوا كل هالحكام وهالأغنياء؟ كيف؟ والموت واحد. خلص، لوين رايحين؟ ما حدا بيموت ديفرنت عن تاني، الموت موت. أبداً. هجتت كلها. ما أجا واحد قال له للملك تعال أخذه على المقبرة. تعرف جمجمة بيك من غير جماجم؟ قال له لا. قال له على شو قاعدة؟ هيدا ملك المغول. لحقوا. قال له أنت وين قاعد؟ قال له الحقني. لا يعيش بالمقابر. كل واحد لعلي منا بالميل. جيب أغلى سيارات، عملها أوشو. شبعتوا؟ شلتوا هالكبد؟ إيه. صرمية وحدة برا. بدلي عليك، بدلي. بالغسيل. عن شبع، مش عن جوع. عن فهم. وعن طمع وعن فهم. I want to understand. ولا عن كبت حتى، ولا عن منع. لا، خليها تصير عفوية. نعم. بس نتعلم نكون عفويين يا حبيبي. هيدي شغل كبير. نعم. منا نعم. صغيرة. إن لم تعودوا كالأطفال مش تكون. شبعت من الحكمة، طرفت، لا تتطرف لا بالحكمة لا بالعلم. مشيح إلى براءة الأطفال، فيها حكمة فيها علم. عندك إياها، شوف الأطفال شو بريئين. قد ما أقعد أنا وياك باستوديو صوت هالطفل ما بيسكت. بعدين شو بتعمل؟ بيبكي بيبكي، بتعطيه دواء، بينام. كلهم هيك. الخادمة اليوم قبل الأم بتروح الخادمة، البي بيبكي والولاد بيبكوا. قال لي يا أمي أنت بس تروحي كمان الخادمة خوافة. قلت له ليش؟ قال لي بتروح بتنام مع والدي لأنها بتخاف. نحن منخاف بس تروحي. كلنا هيك، ما فيك تشوف أنت ايش في اليوم. يا حبيب قلبي رح أقراها، وما فيكم تقولوا ممنوعة، ودايما بدي أقراها رح بإيدي ليك. كرمال شو من شان مين جاي تخلق بمغارة؟ هيدي دنيا كذابين، اوعى تخلق بديارة. وحكامة جن شياطين، وهني وج الصحارة. ثلاث ارباع رجال الدين عملوا دينك تجارة. جنازة وجازة بملايين، وما خلوا بجيبي بارة. الفقير بيته حزين، ونحن بعيدك سكارة. أهلك فلوا من فلسطين، ترجوا فيزا بسفارة. وصيدا اللي زرتها من سنين عملوا فيها إمارة. وقانا وعرس الفرحانين عبوا من الدم جرارة. صرنا بأرضك هربانين من سكاكين ونحجارة. بتسمع مني يا يسوع، مش حابب شوفك موجوع. وفر على حالك دموع،
وفل بأول طيارة. شو عملنا بالمسيح؟ كلنا ممسوحين، كلنا من روح الله، وكلنا عائلة ملكية. شو عملنا بكل مستنير وبكل نبي وبكل حقيقة؟ كله من وراء الخوف. شو بنعمل فيه؟ خايفين نكتشف حالنا. شو بنعمل فيه؟ بدنا نواجه هالخوف. ما فينا نضل هربانين. إذا هربان وعم توصل على شيء، أوكي. بس الهربان بعمره ما بيوصل على شيء، لأنه الهربان بيكون خايف وأكتنج منه بوعي، أكتنج من وراء الخوف. فبدنا نواجه هالخوف. في هلا مفاتيح فينا نستعملها. هلا أسهل، هلا هالزمن أسهل. شفت هنيك كان حتى اللي كانوا عايشين مع أوشو قالوا لي كان كتير صعب على أيامنا. هلا أسهل، هلا العالم open أكتر، في freedom أكتر، وفي متوفرة الوسائل. قالوا لي هن 10 سنين مع أوشو شخصيا ويدوب مشي حالهم وتعرفوا على نفسهم. قالوا لي هلا أسهل، هلا بيجوا ناس بيعملوا كورسين 3 وبيقعدوا شهر زمان خلاص alright. So فينا نواجه الخوف، وموجود الوسائل، موجود الجماعات. maybe ممكن يصير عنا جماعة بالأمة العربية بيكون كتير منيح، بس إذا ما صارت ما عنا عذر إنه ما نخايف. لو وحدك كان يقولوا الجار للجار لو جار. هلأ الجار مفشي الأسرار، ما في جار، ما حدا بيحكي حدا، كلهم راكنين. يا خي لوين لوين رايح؟ قلت له لوين رايح يا رباح؟ قال له رايح فتش على حالي. قالت له مع السلامة. شبع من هالكذبة خلص. ضروري اشرب كل المحيط تعرف انه مالح. حتى اللحسة ما بدك اياها من سندي حدا خلص. اليوم بهالدمار الشامل اللي عم بيصير، بهالهزات الأرضية، بهالاشياء اللي عم بتصير، شو صار بجماعة الفلبين؟ 40,000 فلبينية خادمة هون، طلعوا مصريات وين حطوهم؟ هزوا زلازل وبراكين، رحت بيوتهم كل البنوت اللي بديهم. ببيوتنا على ايامي ما كان في خادمه الا يا عمتي. ومره بيي كان بالتنورين جاب معه بنت، قالت له امي لا جبتها لها معسل تعيش معنا وتصح. ما قالت لا امي، كان في بركه هيك وتجوزت من عندنا ايزابيل. عاشت معنا ما نعرف. كان في مجتمعات صغيرة، هلا كثير كبيرة صارت المدن. الضيعة الصغيرة، حتى الضيعة ما بقى في ضيعة صغيرة، قليلة تلاقي ضيعة صغيرة. الكل بيعرفوا بعضهم، عندهم هالطاقة الإيجابية بين بعض. هلا مثل هاي الضيعة اللي راح تصير هون، هيك المجتمعات لازم تكون، مو أكثر من هيك. أكثر من هيك بصير النيجاتيفيتي بتأثر على بعض، العالم بيأثروا على بعض، بصير الكل ضايع والكل ضجيج وستريس. بدي اختك تشوفها اسمها ميروبا. دخيلكم طلعوا على ميروبا وشوفوا هونيك، وفي مطعم عدو كله، بس في اوتيل، في كل شيء لخدمه هالناس. يعني صارت ليل، صار ليل رح احكي انا بينية. واحد هون كان هو مسؤول عن التلفزيون خليل ابو الشواري. ما معك تاكل، ما معك بتنام، بيساعدوك بيخدموك، ما في سيارة بدك تمشي يا حبيبي. الصخر إذا بتشم ريحة الصخور بتشموا ريحة التراب، فتح مناخيري وهيك كلها. قلت له أشوي بتجي لهون بتشفى. موجودة بالطبيعة، موجودة بالطبيعة، الصخور كلها الحال موجود بالطبيعة، بس نحن خلاص نكون متوفرين للطبيعة. بدنا نرجع إلى أمكم الأرض، بيت من عنكبوت كثير على اللي بيموت، في اللي حمك في سلطان مخفي. انت عندك كوسه انا عندي خيار. قال له ضليت اكل خيار تشبعت كوسه ما في الا طعمه، كله رش ودش وغش وهش وفش ومش خلاص. مشان هيك عم نخدم الشيطان خلص. كيف بنزيد الامراض وكيف هيك وكيف هيك وكيف هيك، كلها ادويه وسلاح كذا مليار تنسلح الجيش اللبناني. يا خيي ما بدي سلاح، بدي السلام عليكم مش السلاح عليكم. بعرفك على واحد اسمه آغو أوغوست عبدو، درس مع إدوارد باخ ريميديز، كل شي بيركبها من بلدك، كل العطورات كل المقطرات تحط ديتوكس، بتحطها بالماء بتشرب مزهر موارد كل هالأشياء.
كل شيء في بعرضك مطرح ما انت خلقت. انا خلقت بدون ما بدون ما انت منام حمص ترصوص خلاص غنى غنيت وديع الصافي عندكم. طبيعي طبيعتنا احلى من every way. يعني رحت شفت الهند وشفت استراليا وشفت هون احلى، هون احلى طبيعتنا احلى، الطقس احلى، كلها بلاد الشامي واليمن. ما طلع واحد على CNN عم بيحكي على الهواء قالوا له ما انك مبسوط انت بامريكا يعني يهودي امريكاني؟ قال له لا انا ماني يهودي انا امريكاني، انا يهودي باليمن. قالوا له كيف؟ قال له منعيد مع بعضنا منقول تفضل وكلنا ما في فرق، منساعد بعضنا منساند بعضنا، اذا حدا مات 40 يوم نتكفل، اذا في فرح وفي عرس وهيك كمان. قال بدي ارجع على اليمن. وين اليمن هلا؟ قتلوا هالرؤساء وما منندم. قال له بيروح الشبعان بيجي الجوعان. فاذا هالعلم ممنوع، وين بيلاقوه؟ انت فتش خبرني. موجود موجود مثل ما قلنا على الانترنت، حتى موجود بالعربي. يعني هلا محمد كيلاني عم بنزل كثير مواد بالعربي وبشار للي، وسهل كثير الواحد يتعلم لغه. الانجليزي سهل، حتى هالعلوم موجوده بالانجليزي البسيط، ما انها المعقد كثير. يعني في الواحد يتعلم بيزك انجلش ويفوت، ما في شيء ممنوع، ما في، ورخيصه ومجانيه هالعلوم اصلا. اللي عم تدفعوا حقه هو زباله. يا الله، عند اوشو بالسنة 10 دولار بالسنة open videos وكتب سو موجودة. بس عطشي ما انه موجود، العطش ما انه موجود، هيدا هو العطش بده يخلني على النهر. والأحيان العطش لحاله ما انه إناف، العطش بده يكون شوي كمان الواحد ذكي شوي مع هالعطش، يوجه هالعطش على المصدر اللي فيه يلبي هالعطش. يا الله، بس في كتير ناس عطشانة بس بتفوت مطارح او عند معلمين منهم كثير، مثل ما قال stupid students go to stupid teachers. بس اللي عنده عطش حقيقي بده شوية ذكاء بيوجه لهالمصدر اللي فيه يلبي لك هالعطش ويساعدك انك تنمى vertically، خلينا نقول النمو العمودي، لانه نحن كل حياتنا مركزه هيك horizontal، النمو الافقي. حلو النمو الأفقي، حلو الواحد يكون مهتم بالدنيا، بس حلو كمان الواحد يكون عنده هالنمو العمودي. أنت هالمراكز الطاقة اللي عندك، هالشاكرز كلها يكون فيك تتنفس فيها شاكرا باي شاكرا، وهالمديتيشن موجود أونلاين فري، تحطها بتعمل لها بلاي أونلاين بتقعد بتتنفس. فيرست شاكرا، سكند شاكرا، ثيرد، فورث، هارت شاكرا، نفس نفس نفس، كله بيفتح بيشيل هالبلوكج into all the chakras، بتصير بقى flow energy up and down left and right right and left. اللي قلتها بدي اقولها قالها قبل ما يروح اوشو ميتشو هالعلماء كلهم، روحوا شوفوا المستطيل بالاول تبعتين تجوا تصدقونا، روحوا شوفوا الورده الاصطناعيه تتشوفوها بعدين تجوا الورده. هلا كل اللي عم بيعلموا يوغا بنوع خاص بالسعوديه، بدي اذكر اساميكم بعدين، انتبهوا، عم بيعلموا التأمل وهيك وهيك، وحاطين صورة مريم نور وكلهم عم بينزعوا الناس. ما تروحوا لعند المستطيل، خليكم دغري فوتوا لجوا الرحلة داخلية، ما بدكم حدا لا يحط ايده عليكم ولا يعطيكم اي درس واي تكنيك وميكنيك. الكتاب خير جليس موجود. اليوم بكل الأمة العربية في أساتذة ميتة، واحد هون بلبنان أنا وياك قال لي أنت احكي عنها، أنا تاجر كثير مهم وعالم وأنا دكتور، خلي لك الدق والطار بالأعشاب وهيك أعشاب. ما فيك تمنع المسطول، بيروح عند المسطول. أنا أميرة وحدي بالكويت، أنا من الأمة أميرات، قلت لها مش هيك شيء لأصر معي يا أميرة. كلهم جايبين واحد أجنبي يعلمهم كيف بدهم يتنفسوا. وقلت لك اياها وقلتها على التلفزيون كلكم، ما حدا بده الحقيقه، بيروح عند الكذبه. وانا عم بدرس يوغا هون، انا عم بدرس مديتيشن، انا عم بدرس هيك، عملوها دراسه هلا. enough is enough، حاجه بقى دراسه وكله معلومات ونولج، يكون عندنا شويه اختبار بس. الكتاب على الموقع اسمه enough is enough I am fed up،
خلص انت علينا بقى، انتفخنا، شبعنا من هالكذبة. بس هيدي لمين اجت الحقيقة؟ لنخبة النخبة وصفوة الصفة وخاصة الخاصة. قال I came for the chosen few, I know my beloveds. المحيط هو بيجي لعندك إذا أنت أخذت أول خطوة، إذا كنت أمين على أول خطوة لجسدك الأمينة بيجي لعندك، أو إذا منك أمين بأشطكينا. كل واحد منا حامل رسالة وإلا ما جينا، كل واحد بعتنا ومعنا رسالة بإيدنا، زرعها بزرع. يا الله دخيلك اختمها. أنا اللي ساعدني أكثر شيء هو الديناميك مديتيشن. أعمله ساعة الصبح قبل 7 الصبح واختبروا شوفوا كيف نهاركم بيكون. الميوزك أونلاين ما في داعي تشتروا الموسيقى اللي بتكون مع التأمل، تحضروا الفيديو صغير كيف ويلا 7 الصبح كل يوم أسبوع زمان وشوفوا شو بيصير.